نمر الآن إلى موضوع آخر. تعرض حساب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للقرصنة، أمر واقعي ويستدعي التعامل معه بجدية، سواء كان الغرض منه القرصنة، سرقة حسابات بنكية أو المعلومات الشخصية، إذ يجب اتباع بعض الإجراءات لحماية هذه المواقع. نتابع في تقرير هند مرين. يعني كاين ناس كثير دوكا يستعملوا هذه الابليكاسيون، فيسبوك، انستغرام، يدخل يوتيوب، جيميل، ياهو، ايتترا. هذو كامل سي دي كونت اللي ندخلوا لهم اوتنتيفيكاسيون، يعني كاين مود باس نديروه ايتترا، ولازم لي مود باس هذو لازم كل ابليكاسيون ندير لها مود باس تاعها، خاطر في حاله ما اذا داو لي المود باس تاع فيسبوك ما يديولوش تاع جيميل ولا تاع وهذا. لازم نتاكد لما ندخل للكونت تاعي ونضمن باللي الكونت تاعي مكونفيغوري مليح، باش ما يقدرش انسان عن طريق الكونت تاعي يقدر يتحكم لي فيه. لان يقدر انسان مثلا يبعث لي فيديو، يبعث لي فيشي اوتوماتيكمون نفتحه، ولا يبعث لي لين سور ان سيت يقول لي هذا مقال راح ديريكتومون كليكي عليه. فيها احتمال باش ندخل في ان سيت اللي يقدر اترابير هذا لو سيت يتحكم لي في الهاتف ديالي ويتحكم لي في الكونت. ونفس الشيء كي نهبط ان لوجيسيال ولا ممكن انا ندير بالي في بالي بلي سيتي فيديو ولا سيتي ان جو، هو في الحقيقه سيتي ان لوجيسيال تاع البيراتاج. اللي مش اي واحد، يعني الناس اللي معايا في المحيط على بالي شكون، وراني فاتح روحي، شكون اللي يقدر يقرا المقالات تاوعي، شكون اللي يقدر يكومونتي، اسكو بلوكيت دي جون. ها شو مثلا نقدر هذا شو مثلا فيريفيكاسيون دو بارامتر دو كونفيدونسياليتي. لازم الانسان دائما هذه الامور ماهيش زياده، لازم الانسان يحفظها. نقدر ندير ان ايميل ما يعرفوهش الناس، مثلا دوك اي واحد يقول لي حبيت نتصل بك بالايميل، نعطي له الكونت تاعي الايميل ديالي. بصح في الفيسبوك نستعمل ايميل واحد اخر اللي ما يعرفوش الناس والا يقدر. وكذلك كاين حلول واحده اخرى يعني تقترحها فيسبوك، مثلا يقول في حاله ما اذا ما قدرش تدخل الكونت تاعك راح لك المود باس، التليفون ما قدرش نسيته، الايميل تاعك نسيت المود باس تاعو وكذا، تقدر تقترح ثلاثه ولا اربع اشخاص من الاصدقاء تاعك اللي يقدروا يعاونوك باش تسترد الكونت تاعك. الان الجزائريين ارتبطوا بهذه التطبيقات هذه، سواء فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، الناس كلها تستعمل يعني ظاهره اللي انتشرت في العالم، والجزائر جزء من هذا الكوكب فبطبيعه الحال الجزائريين اهتموا بهذه الامور هذه، لان لقوا فائده فيها، فائده شخصيه ولا فائده مهنيه. عدد المشتركين الان في الفيسبوك تجاوز 22 مليون، يعني كان 22 مليون كونت فيسبوك تابع للجزائر، وهذا عدد لبس به.